بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد سلامه. هنكمل مع بعض سلسله فيديوهات عمليات من قلب الشبكات. احنا لسه في السبنيتنج يا شباب، ولكن هناخد حاجه ادفانسد شويه. يمكن دي حاجه من استخدامات الريل لايف، الاكسرسايز 1 دوت في الادفانسد براكتس، ايضا من كتاب النتورك بلس. بكل بساطه هو بيقول لك استخدم ورقه، وفعلا افتح بقى، يعني هات ورقه او وات ايفر اللي انت هتشتغل عليه كشكول، واكتب معايا السيناريو ده. بيقول لك انت حسب النتورك ديزاين ريكويرمنتس بتاعتك اكتشفت ان انت لازم تشتغل ب 26 بيتس سبنت ماسك. يعني ايه؟ يعني السبنت ماسك بتاعك هيبقى 22 واحد من على الشمال، ده البيرفكت نوتيشن بتاعه. والراجل الكلام ده هيابلايد على شبكه من كلاس سي، شبكه عاديه خالص اهي من كلاس سي، ده الديفولت ماسك بتاعها. يبقى احنا اول حاجه هنعملها شباب، عايزين نستبدل ال 24 دول نخليهم، برافو عليك، 26 بيتس. تمام؟ يبقى انا هشتغل بالشبكه دي على 26 بيتس. طيب بيقول لك انت عايز تكالكوليت اتش اوف ذا كرييتد سبنت، يبقى عايزك تطلع لي عدد السبنت واكتبهم لي. يبقى انا دلوقتي طلعت اربع شبكات، طب ايه هم؟ اكتبهم لي، اكتب لي الاربع شبكات. بعد كده بيقول لك عايز اطلع البرودكاست ادرس، وعايز اطلع رينج اوف يوزابل ادرس فور اتش سبنت. يعني الاربع شبكات اللي انت طلعتهم لي دول، لما هاجي استخدم ال 26 بيت يعني الشبكات اللي انت هتطلعها، عدد الشبكات وات ايفر بقى هي اربعه ولا ايه، الشبكات اللي انت كتبتها دي معلش طلع لي فيها كمان كل شبكه هتشيل كام جهاز وهتطلع البرودكاست ادرس. يعني احنا كده محتاجين ايه يا شباب؟ محتاجين نعمل كل العمليات اللي اتكلمنا عليها في الفيديوهات اللي فاتت. انا محتاج اطلع النتورك اي دي، الفيرست هوست، اللاست هوست، البرودكاست ادرس، اطلع النمبر اوف اساينبل هوست، والنمبر اوف كرييتد سبنت ماسك. كل العمليات اللي اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات هنطلعها. تعالى طب نمشي بقى ستيب باي ستيب كده زي ما هو ماشي معايا. اول حاجه شباب هو هيترجم ال 26 بيت دول لسبنت ماسك، فابتدى حولهم للباينري دي بيرفكس نوتيشن. ال 26 زي ما انت شايف هتبقى كده عباره عن 62 واحد من على الشمال والباقي صفار، اللي هم 6 صفار. يبقى اذا السبنت ماسك بتاعي اصبح 255 دوت 255، برافو عليك، دوت 255 دوت 192، برافو عليك، انت ذاكرت الجدول كده، انت كده حافظ معايا. تمام، يبقى ده كده السبنت ماسك اللي انا هشتغل بيه على الشبكه اللي هي 192 دوت 168 دوت 0 دوت 0. تمام، ممتاز ممتاز. طيب بعد كده هو هنا اشتغل بطريقه اسمها البلوك سايز يا شباب. طيب البلوك سايز دي بتجيب لي بسرعه كده النمبر اوف اساينبل ادرس. يعني ايه القانون اللي هو بتاع ال 2 اس اتش؟ ولكن هو ما بينقص 2 في البلوك سايز، وهقول لك ليه دلوقتي. يعني هو بيجيب 2 اس اتش بس، طب ما تيجي احنا نجيبها بطريقتنا عشان ما نتلخبطش ونقعد نعمل بلوك سايز ونخش في كذا طريقه. تعال نجيبها احنا بالقانون بتاع 2 اس اتش. 2 اس اتش بكام؟ برافو عليك، اتش عدد الاصفار في الجزء اللي بيعبر عن الهوست، وده عشان كلاس سي، يبقى الجزء اللي بيعبر عن الهوست هو الجزء الاخير بس، يبقى 2 اس 6. طب 2 اس 6 في الجدول بتاعي بكام؟ ب 64. اظن ان هي مش صعبه يعني. طيب البلوك سايز هو هنا ايه؟ دول كده شباب 2 اس 8 يعني كام؟ 256، راح منقصهم من ال 192 اللي هم النمبر اوف كرييتد سبنت. ال 192 هيديني البلوك سايز، هيديني عدد الهوستز. ولكن بس عشان ما تلخبطش نفسك ونخش في اكتر من طريقه، في اكتر من طريقه للسبنتنج، ولكن احنا خلاص اتبعنا الطريقه دي من الاول، خلينا نمشي بيها لحد الاخر. يبقى جبنا ال 2 اس اتش، وده كده اصبح عندي البلوك سايز. يعني ايه البلوك سايز؟ يعني كل شبكه من الشبكات هتمشي 64 اي بي. احنا كده بنجيب الشبكات، ركز معايا، ما بجيبش عدد، ما بجيبش الفيرست اي بي واللاست اي بي، احنا كده بنجيب الشبكات. طيب النمبر اوف كرييتد سبنت هيبقى كام؟ برافو عليك، 2 اس اس، واس هنا بكام؟ بواحدين، يبقى 2 اس 2.
2 اس 2 ب 4. يبقى انا ببساطه شباب اللي انا استنتجته دلوقتي ان انا عندي اربع شبكات، كل شبكه هتمشي 64 اي بي، يبقى كل 64 اي بي يبقى احنا في شبكه مختلفه. تمام؟ يبقى ادي النتورك الاساسيه بتاعتي بدايتها اهي على 26. اول بدايه عندي او اول نتورك بالنسبه لي 192.168.0.0، دي اول نتورك، النتورك رقم واحد. وهنمشي اربعه نتورك، كل نتورك بتاخد 64 اي بي. طيب يبقى اذا النتورك اللي هتخرج عندي اول نتورك 192.168.1.0، صح كده؟ ممتاز. تاني نتورك 64، صح كده؟ 192.168.0.64، صح؟ تالت نتورك هتبقى 128، رابع نتورك هتبقى 192. طيب تعالى بقى نقسم الكلام ده، هو مشي ايه؟ مشي 64 64، يعني من 0 بعد كده نط 64، بعد كده 64 تاني عليهم بقوا 128، 64 تاني عليهم بقت 192. فده كده خد بالك نتورك اي دي، وده نتورك اي دي، يبقى دي الشبكه الاولى ودي الشبكه الثانيه، وده نتورك اي دي للشبكه الثالثه، وده نتورك اي دي للشبكه الرابعه. تعال نشوف بقى الكلام ده لما هو قسمه لي. ادي يا شباب اول نتورك، صح؟ 00، هنشوف هي اتقسمت ازاي. طيب الفيرست هوست، برافو عليك، اول اي بي بعد النتورك اي دي، يبقى دي كده النتورك اي دي. لو انا عايز اجيب الفيرست هوست يبقى اول اي بي يبقى 192.168.0.1 اهو، تمام. طيب اخر اي بي 2 اس اتش ناقص 2، ركز معايا. يبقى اذا قلنا ان الاتش هتطلع ب 64، صح كده؟ ناقص 2 يبقى 62، ركز معايا. الفيرست اي بي 1، يبقى اللاست اي بي 62، خد بالك، يبقى ده اخر اي بي ممكن جهاز ياخده. طيب والبرودكاست اي بي هيبقى الاي بي اللي بعد الاخير على طول اللي هو 63. الكلام ده جه ازاي يا شباب؟ لو انت ركزت معايا في الفيديوهات اللي فاتت وجبنا كل حاجه على حده هتلاقي ان الكلام ده بيس اوف كيك بالنسبه لي. انا بكل بساطه شباب مشيت، ادي اول اي بي بعد النتورك اي دي بتاعي، تمام، اللي هو 1، واخر اي بي هنمشي على النمبر اوف اساينبل، القانون بتاعنا هيديني 62، يبقى اخر اي بي 62. طيب وبعد اخر اي بي يبقى البرودكاست ادرس بتاعي. طيب بعد البرودكاست ادرس هيبقى 64، يبقى احنا كده دخلنا في شبكه ثانيه، يبقى النتورك اي دي بتاع الشبكه الثانيه هو 64، الفيرست اي بي بتاعها هيبقى 65، خد بالك، واللاست اي بي امشي 62 جهاز بقوا 126، البرودكاست ادرس اللي بعد ده اللي هو 127. طيب هنمشي تاني 128، يبقى احنا دخلنا في شبكه ثالثه، يبقى دي النتورك رقم 3، دول ما يشوفوش بعض، خد بالك، احنا كده بنخرج من شبكه لشبكه لان النتورك اي دي مختلف. 128 الفيرست اي بي هيبقى 129، اللاست اي بي امشي 62 اي بي هيبقى 190، البرودكاست هيبقى 191 اللي هو اخر اي بي في الشبكه. طيب الشبكه الرابعه هتبقى بتبتدي ب 192، صح كده؟ واول اي بي 193، هنمشي 62 اي بي، 2 اس اتش ناقص 2، 62 اي بي هيديني 254، والبرودكاست ادرس 255، ودي كده تبقى الشبكه الرابعه. يبقى انا كده كل قسم عندي ياخد شبكه من دول وكلهم شغالين بنفس السبنت اللي هو 6/26 وما يشوفوش بعض في الشبكه. طب ما تيجي نشوف الكلام ده، معلش شباب نطول في الفيديو شويه لان ده من اهم الاجزاء بتاعت السبنتنج. تعالى بقى نشوف الكلام ده بشكل عملي. لو انا عندي شبكه هنا، تعالى بس نرسمها كده على السريع، وادي بي سيز، الجماعه دول في قسم والجماعه دول في قسم تاني، واحنا كلنا واصلين في نفس اللان، في نفس اللوكال اريا نتورك، ركز معايا. فانا هشتغل بال 20 ال 26 ادرس، خلاص احنا خدنا الرينج ده، سوري، دوت 0 دوت 0
على 26، صح كده؟ يبقى ده الرينج اللي احنا هنشتغل بيه. الجماعة دول كده شباب قسم السيلز، والجماعة دول قسم الاتش ار. انا عايز اشتغل للجماعة بتوع السيلز دول بشبكة، والجماعة بتوع السيلز دول بشبكة تانية. يبقى اذا يا شباب الجماعة بتوع السيلز هناخد لهم النتورك الاولانية دي، فهاجي اشتغل معاهم ازاي؟ هاجي هنا على اول جهاز هديله اي بي 192.168.0.1، ادي اول اي بي. طب السبنت ماسك بتاعي ما تنساش ان هو 192 متغير فيه. طيب الراجل ده معايا في نفس الشبكه، اديله 192.168.1.0 سوري دوت، ممكن اديله اخر اي بي، ممكن تمشي بالترتيب 2 3 4، المهم ان اخرك ده 6 2 62 على ماسك 192. يبقى كده احنا في نفس الشبكه، وده اخر اي بي في الشبكه. لو خرجت للاي بي اللي بعده اصبح برودكاست ما يتاخدش. يبقى الاي بي اللي بعد 62 ده اي بي برودكاست ما يتاخدش. طيب الاي بي اللي بعد 63 اللي هو ال 64 ده ما يتاخدش، ده نتورك اي دي للشبكه اللي بعديها. يبقى انا هاجي هنا في قسم الاتش ار ابتدي اخد الشبكه اللي بعديها يا شباب، ادي له 192.168.0.65 اول اي بي عندي 65 بنفس السبنت ماسك اللي احنا شغالين عليه 192 اهو 65، واخر اي بي عندي 126 ممكن اديه لجهاز تاني في قسم الاتش ار. يبقى 192.168.0.126 على ماسك 192. يبقى كده شباب احنا شغالين ب 26 بيت في الشبكه دي، ولكن قسم السيلز خد رنجات من 1 لحد 62. الراجل ده خد من 65 لحد 126، وده اخره. لو خرجنا بعد كده هيبقى برودكاست ادرس، نقدر ناخد بقى الشبكه اللي بعديها نديها لقسم تاني، والجماعه دول ما يشوفوش دول، على الرغم ان احنا شغالين بنفس الرينج ونفس السبنت ماسك. يعني لو جيت هنا دوت 0 دوت 65 هيقول له انت مين يا عم، انت مش معايا اصلا، هيديني ريكويست تايم اوت. ولكن لو عملت بنج على الراجل ده اللي هو 62 ده معايا في نفس الشبكه، اهلا وسهلا، احنا في نفس النتورك اي دي، هنشوف بعض. اتمنى ان الاكزامبل ده يكون وصل. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.